ده مش ممكن على بلاي ستيشن، يعني خلاف بين اخين فيعني يولعوا النار ويؤدي ذلك الى اصابه الاطفال، اشعال النار في المنزل واصابه الاطفال بهذا الشكل. خلاف على كارت لألعاب البلاي ستيشن بين أخوين شقيقين تطور من جانب أحدهما لحد أن أشعل النيران في منزل شقيقه وفيه زوجته وأطفاله. أصيب أحد الأطفال بحروق شديدة، رقد على إثرها بالمستشفى لتلقي العلاج. سمعت زي صوت فجر، لحد أنا فكرت نفسي حتى البيت بيقع أو إيه اللي بيحصل، مش فاهم حاجة. قمت أجري على بره، لقيت النار جاية من ناحية باب الشقة بطريقة يعني مهولة جدا، وابني نايم في الأوضة اللي هي في وش باب الشقة. نطيت من البلكونة، فضلنا حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة نطفي في النار مش قادرين عليها، والولد ابني بدور عليه كان نايم مطرحه مش لاقيه. لقيته مرمي ما بين السرير وما بين الدولاب. ده اللي اتحرق؟ ده اللي اتحرق هاني. أنا مش متخيل، أنا تقدر تقول إحنا عايشين في ذهول. ليه إحنا يعني أنا حتى أنا مسمي ابني على اسمه، يعني انا ابني اسمه هاني واخويا اسمه هاني. فما فوجئت وعرفت اللي هو ليه يد بالجريمه دي، الموضوع بقى صعب عليا جدا. او تصادف اخوه غلط، مفيش اخ بيعمل كده في اخوه، مفيش كده، مش اخوات كده، مش اخوات طبعا. انا عايزه ربنا يشفي لابني، بس هو ده اللي انا عايزاه، وان ربنا يشفي لابني. في الحريقه واخويا بياكل بس ده بس، وزيت اللي وزيت اللي هو يولع فينا بس ده بس. مش عارفه ليه هم ولعوا فينا، احنا كنا بنحبهم وهم كانوا ما بحبناش. طبعا مهما كان الخلافات، مهما كانت، ما توصلش انك تولع في اخوك وبيت اخوك. ده ذات ربنا ان الطفلتين دول الجاره خدتهم، يعني لو ما كانتش خدتهم كانوا بقوا ثلاث عيال. مهما كان يوصل بينك وبين اخوك، طبعا الرئه محروقه وطفل زي دوت ربنا يعلم بيه. والله كان خدومه كويس وطيب، ربنا يشفيه ويقومه بالسلام يا رب. فما حدش يقدر يوصف الحاله اللي هو كان فيها. هو عمي خده وجري بيه على المستشفى، هو دلوقتي محجوز في العنايه المركزه. بنقاد ربنا ربنا يشفيه ويتولاه. ده نماذج لجريمة عائلية تحتاج إلى تحليل نفسي واجتماعي، وأيضا لماذا كل هذا العنف؟ جزء كبير منه طبعا الحالة النفسية للمصريين تغيرت تماما في السنوات الماضية، كمان تأثير الأعمال الفنية حتى لو ادعوا عكس ذلك. يعني نموذج البلطجي واللي بيولع واللي بيحرق واللي بيموت واللي بيستسهل القتل ببساطة لازم يحدث تأثيرا مهما ادعى البعض انه